عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. إذن التواصل لا زال يستمر والتحديات لا زالت مستمرة بهذه الأعداد وبهذه الأسماء الحاضرة في هذا الشوط وشوطنا السابع هنا للجعدان المحليات الأصايل لسن الإذاعة. صدارة هذا الشوط والمركز الأول ياتي هنا السريع لخليفة بن حميد بن محمد المشيخي، يتواصل في هذه اللحظات مع السريع مع الصدارة الأولى بينما المركز الثاني التواصل في هذه اللحظات والقدوم من علي سالم بن حمد بن دليل بلويع العامري ياتي هنا على أيضا على ثاني الأسماء بينما ثالث الأسماء هناك الدخول والتواصل في هذه اللحظات من شعار أيضا رائع وجميل يتواصل من خلال أيضا هذا المسار، يقدم لنا أيضا هيتام من خلال هذا المسار سعيد بن حمد بن هادي الأحبابي هنا متابعين الكرام بشعار أيضا بن حريك، بينما هناك القدوم الآخر في هذه اللحظات من مشاكل وراشد بن عبد الله راعي الطيرة العامري يقدم لنا أيضا مشاكل في هذا المسار، بينما هناك الدخول من متابعي الكرام من زلزال وصالح بن محمد راعي الطير العامري، وهنا الوصول الآخر في هذه اللحظات من شاهين وحمد بن صالح راعي الطيرة العامري يقدم لنا شاهين في هذا المسار الرائع والجميل، بينما هناك الدخول الدخول ايضا والتواصل مشاهدي الاعزاء على سادس الاسماء ياتي هنا شاهين لمحمد بن غضيب راعي العفاري، وسابع الاسماء هناك الدخول والتواصل مع المركز السابع مع كيف وسهيل بن حمد ايضا يتواصل في هذه اللحظات سهيل بن حمد أو سالم بسهيل بن حمد العفاري، نعم بالفعل يقدم لنا كيف في هذا المسار، بينما هناك الدخول الآخر في هذه اللحظات والقدوم من شعار مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي ياتي في هذه اللحظات يقدم شعاره وتحدياته وإبداعاته، بينما هناك الدخول والقدوم أيضا من مزاحم مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي على تاسع الأسماء، بينما المركز العاشر هناك أيضا القدوم من شعار بالهركي يتواصل في هذه اللحظات يقدم لنا مهول العثة بالخزع بالعثة بالهركي العامري. هذه النتيجة متابعينا الكرام، لنعود إلى مقدمة هذا الشوط. Thank you.
إذا نعود متابعينا الكرام إلى الصدارة الأولى بعدما أكملنا النداء، نعود إلى أيضا هناك شعار مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسياتي على الصدارة الأولى والمركز الأول، بينما المركز الثاني الدخول من زلزال وصالح بن محمد الطير العامري يتواصل في هذه اللحظات يقدم لنا زلزال، بينما المركز الثالث هناك الدخول والتواصل في هذه اللحظات من شعار محمد بن ضيب الراعي العفاري يأتي في هذه اللحظات، بينما هناك الوصول والقدوم على رابع الأسماء ويأتي هنا ويتواصل من خلال هذا المسار مع كيف سالم بسهيل بن حمد العفاري هنا يقدم لنا شعاره وتحدياته، بينما الوصول أيضا على خامس الأسماء يأتي شعار بن ضبون يقدم لنا زعفران سهيل بسليب بن ضبون العامري يتواصل في هذه اللحظات، ولكن عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول والقيادة الأولى من خلال هذا المسار، ويأتي شعار بن حريز يقدم لنا هذا الانطلاق وهذا التحدي وهذه المنافسة. ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلاق رائع، اندفاع جميل على الصدارة الأولى وعلى المركز الأول. ياتي هنا مزاحم مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي، ما شاء الله انطلاق جميل، اندفاع جميل على الصدارة الأولى والمركز الأول والاقتراب من خط النهاية. بلا أوامر بلا تعليمات، بلا تعليمات بلا أوامر، سلام سلام بن حريز، سلام، تهانينا لمالك مزاحم سلم بن حمد بن حريز الحرسوسي. بينما المركز الثاني كان الدخول مشاهد العزاء من كيف لسالم بن سهيل بن حمد العفاري. المركز الثالث المركز الثالث كان الدخول من شعار هناك بالراعي، قدم لنا ايضا شعار محمد بن غضيب الراعي العفاري مع شاهين على ثالث الاسماء. عودتنا بالتاني والناموس اذا المساحم لمالك مزاحم، وقدم لنا مزاحم في هذا الشوط مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي، والتوقيت الزمني 6 دقائق 33 ثانيه 65 جزء من الثانيه، تانينا والناموس.